هذه السنة في مدينة العقبة هي العقبة عاصمة للثقافة الأردنية، فأعتقد أن هذا رسالة من آيلة للمجتمع، مجتمع العقبة، وهدية أيضا بهذه المناسبة، وجزء من المشاركة الثقافية والمشاركة الاجتماعية اللي بتقوم فيها هذه الواحة العملاقة، هذا المشروع اللي موجود الآن في مدينة العقبة. سعيد جدا بمشاركة مجموعة ونخبة من الفنانين العرب والأجانب في هذه الفعالية وهذا السيمبوزيوم، اللي كل الأسماء الموجودة وكل الخبرات الموجودة هي خبرات كبيرة، وبالتأكيد بتحقق من خلال تفاعلها في مكان واحد أتاحته شركة واحد آيلة للفنانين إنهم يقيموا حوار. هذا الحوار هو الهدف الأساسي من هذا السيمبوزيوم، بحيث أنه يتبادل الفنانين خارج حدود مراسمهم ومشاغلهم الخاصة، يتبادلون التقنيات ويتبادلون الخبرات والأحاديث، وهذا البعد الإنساني العميق في السيمبوزيوم بتصوري هو القيمة المضافة لمثل هذه الفعاليات أو مثل هذه الورش الفنية الدولية اللي تقام. احنا فخورين انه نشارك بهذا السيمبوزيوم مع زملاء من مناطق عربية والعالم. فرصة جميلة أن نلتقي في مشروع آيلة العقبة لإنجاز أعمال فنية لمشاركة فنانين من دول مختلفة، وهذه فرصة جميلة أن نطلع على تقنيات وعلى أفكار وعلى آراء وأصدقاء رائعين. Живу сейчас в Москве, и я участвую в этом симпозиуме. Хочу сказать большое спасибо организаторам этого симпозиума и спонсорам, потому что группа очень сильная, и я очень горда тем, что я участвую в этом симпозиуме. Вот. Сегодня только первый день, но уже многие художники начали очень хорошо, очень сильно. И хочется отдельное слово сказать об организаторах, поскольку уровень симпозиума очень высокий, мы живем в очень хорошей гостинице, все очень хорошо организовано, материалы, инструменты, все предоставлено. Так что большое спасибо, и я очень рада участвовать в этом симпозиуме. بعتبر انه يعني آيلة واحتضانها واهتمامها بالفنون هذا شيء لافت للنظر، وبنتمنى على المؤسسات الاخرى الاردنيه كمان تتبع حذو آيلة وتشجع الفنون، وهذا بيطور الحركه الفنيه في الاردن.
سمبوزيوم عائلة، وهو سمبوزيوم حقيقة يضم أهم الفنانين تقريبا في العالم العربي، وترو يعني مستعد في استعداد كبير لعمل أعمال جميلة في بالتلوين من دول مختلفة لفنانين مختلفين. يعني اللقاء بينهم هو أساسا المهم في في في, في سمبوزيوم، يعني يلتقوا الفنانين وتبادلوا الخبرات، والاحتكاك العالمي مهم جدا لتطوير التشكيل في العالم. حتى في العالم الغربي هناك يعني سيمبوزيومز او ملتقيات بيساهم فيها كثير من الفنانين، وكل فنان بيلاحظ الفنان الثاني وبيتعلم منه بصمت، واحيانا نتناقش حول التقنيات. والهدف من هذا السيمبوزيوم هو يعني اعطاء فرصه للفنانين يعني يعملوا اعمال في جو مريح وجو جميل، والتقي الفنانين مره او في السنه مع بعضهم ويتناقشوا ويتحاوروا. E ho avuto il piacere di essere invitata a questo evento, Art International Symposium in Aqaba 2016, e sono molto felice di partecipare perché è un'occasione di incontro con altri artisti che provengono da diversi differenti paesi, e quindi un'occasione per lavorare insieme e scambiare l'arte fra artisti. وهذا السيمبوزيوم هي فرصة إنه إحنا نتفرغوا للعمل الفني، وهذه هي مشاركة طيبة، والحق فرحانة برشا إني موجودة من بيناتكم. شكرا. يسعدني أن أشارك هاي النخبة من الفنانين من دول العالم في سمبوزيوم إيلي، وإن شاء الله نحن نخوض تجربة جيدة نتبادل فيها هذه الخبرات. Es importante que gente, diferentes artistas, nos reunamos para trabajar y compartir cosas. Soy artista visual, pero mi trabajo tiene que ver con, de manera nodal, con la pintura. أنا أتشرف أني أشارك في هذا السيمبوزيوم اللي يخليني أكون جزء لا يتجزأ من اللي قاعد يصير إحنا في هذه المنطقة من فنون. سيمبوزيوم إيلا في دورتي الأولى، بالنسبة لنا فرصة مهمة لأولا التواصل وتبادل التجارب والخبرات، وثم أحيي هذه المبادرة اللي في الواقع بفضل الرعاية الفنية للقطاع الخاص. So I'm really happy and glad to be a part of this kind of symposium, which one is very well organized, and I'm glad to be between the very good artists here to work and to share our personality and our art and the things that we will do. هذا التجمع رائع اللي صار من آيلا، اللي لمت هذا العدد من الفنانين الرائعين المحترفين والعمل في مكان واحد، وطبعا في عدة قضايا صحية اللي أهمها هي أنه هذا التلاقح وهذا التبادل الثقافي اللي يصير بين كل الفنانين من العالم،
تاريخه وايضا نفس الوقت الاطلاع على تجارب الفنانين الاخرين. تاني اعظم ورشه بتتعمل في الاردن، انا مبسوط جدا بوجودي هنا الحقيقه. انا بقدم لهم كلهم الشكر لان دي ورشه متخصصه جدا وكل امكانيات متاحه، بحيث ان احنا نقدر نبدع بمنتهى السهوله، والحقيقه متوفر لنا كل شيء. بشكرهم كلهم. Very well organized symposium. I'm really happy to be here. I love to paint female sentiments and emotions. As in my painting, you can see the lot of bright colors and love, affection, life. They are full of life. They want to bring positivity to the world. Love, peace, positivity is my message in my works. أنا كتير سعيد بمشاركتي بملتقى أياز، لأنه التقيت بأصدقائي وأصحابي اللي بعرفهم من زمان، وجو جميل جدا بالنسبة للتعامل والتبادل بين الفنانين الموجودين بهذا المنطقة. أول سيمبوزيوم اللي بعمله بشترك فيه يعني، فتجربة جديدة علي إنه أشتغل مع رسامين بقاعة كلنا سوا، إكسبيريانس حلو. السيمبوزيوم هذا أنا تفاجأت في المستوى العالي للتنظيم وللإدارة تبع السيمبوزيوم. تفاجأت في زملاء الفنانين اللي جايين من بلاد كتير من العالم ومستواهم العالي، وبتوقع راح يكون سيمبوزيوم كتير ناجح. Thank you.